ان النهارده لجنه التحكيم هتقوم بتتويجها وتلبسها تاج ملكه جمال العرب المحجبات. هندعو الاستاذه لمياء عبد الحليم والاستاذه ريان فاروق عشان يعلنوا عن اسم الوصلتين الاولى والثانيه وتتويجهم. اعلن عن الوصيفه الثانيه الاستاذه بلقب الوصيفه الثانيه في مسابقه النهارده هي يا رب هاء. اللي فازت بلقب الوصيفة الأولى في المهرجان النهاردة هي شيماء محمد عبد المجيد. بعد قليل وكعادتنا يوم الأربعاء تحديدا الحلقة تأخذ شكلا فنيا بعيدا عن السياسة. هيكون معنا الفنان الكوميدي الكبير الأستاذ سمير غانم، هنتكلم معاه عن الكوميديا وعن الضحك وعن صناعة البهجة وهي صناعة مصرية. ملكة الجمال المحجبات، بس هم بيقولوا ملكة العرب للمحجبات، في كل الأحوال أيا كانت التسمية هي معانا آية الله عادل وطني ملكة جمال العرب للمحجبات. آية أهلا بيكي. أهلا وسهلا حضرتك. والدك معانا مهندس عادل وطني، أهلا بيك. أهلا وسهلا فيك. وأستاذة نوها حمدي صاحبة الفكرة، فكرة المهرجان، أستاذة نوها أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. آية، ليه المحجبات تحديدا؟ يعني بمعنى انه يعني لو في مسابقة لملكة الجمال، وملكة الجمال يعني هي مسابقة ايضا تتعلق بالفكر والثقافة في كل دول العالم، يعني يجب ان نفهمها كذلك، لكن للأسف هي بتفهم هنا في مصر على انها يعني مسابقات تركز على الجسد والشكل، ولكن لا، هي بتركز على الذكاء وعلى الثقافة يعني. بس البعض هنا ممكن يقول طب ما هو ده تصنيف عنصري، ليه اعمل مسابقه للمحجبات فقط؟ هو مش تصنيف عنصري، يعني احنا دلوقتي مش تصنيف عنصري. طب ما احنا كنا قلنا قبل كده لما ملكه محجبات يعني ملكه جمال مش محجبات، كنا قلنا بقى ان كده عنصري. لا، ما انت هل ممنوع تدخلي فيها؟ لا مش يعني ممنوع. هل حاولتي تدخلي فقالوا لك لا الحجاب لا ممنوع؟ هو ممنوع. لا، هو اللي هو ممنوع. هي اللي بشعرهم بس مش المحجبات.
ملكه الجمال العاديه ما فيهاش محجبات نهائي. طيب يبقى ده عنصريه من نوع اخر. عنصريه منهم هم مش مننا احنا. طيب فانت هنا فالفكره جات لك يعني انك تعملي مسابقه للمحجبات فقط. للمحجبات لان احنا مهدور حقنا شويه في المجتمع. طيب خليني اسال ايه في ده وارجع. طب ايه البعض بقى، ما هو البعض لما بيقول لك انه لما بنيجي نتكلم في قضيه الحجاب فيقول انه لا اصل الحجاب علشان الاحتشام، ده الديار اللي بيدافع عن الحجاب يعني، مع انه طبعا مش معنى كده انه التي ترتدي الحجاب هي تحتكر الحشمه يعني، او انما البعض ممكن يقول دخولك كمان في مسابقه في حد ذاتي باسم المحجبات لا يتناقض مع الحجاب. يعني هتلاقي بعض الذين يؤيدون الحجاب هيقول لك لا ده يتناقض مع الحجاب. يتناقض انك تدخلي في مسابقه متعلقه بملكه جمال. لا اصل المسابقه هي مش بتقول ان هي ملكه الجمال يبقى احنا هنبص على الوش، لا هي المسابقه ما كانت يعني على قد ما هي كانت بتبص للجمال، لا كانت بتبص برضو للثقافه اللباقه. يعني انا الحمد لله فزت 150 بنوته كلهم محجبات كلهم مثقفات، بس هو كان بيعتمد على نسبه الثقافه اللي موجوده فيكي، ما اعتمدش 100% على الجمال. فهمني حضرتك، هي دي كانت اهم حاجه. انها بتعتمد على الثقافه واللباقه، ثقتك في نفسك، يعني حاجات كتير نفسك. حاجات كتير غير الجمال. الجمال ده كان عامل موجود يعني زي كل الشروط الثانيه اللي كانت منطبقه. طيب لكن بالفعل كان في مسابقات متعلقه، كان في جزء في المسابقه متعلق باظهار الجمال. ما هو البعض هنا بيتعامل مع الحجاب، يعني من يرفعون شعار اصله الحجاب هو الفضيله، هو الحشمه. هو الحقيقه ليس كذلك، عنده اعتراض على ده، لانه يعني زي ما قلت لك اذا كان الحجاب هو الفضيله يبقى كل من لا ترتدي الحجاب فهي لا تنتمي لكائنات الفضيله، وده غلط. بس البعض بيتعامل مع ده على انه ما ينفعش في المحجبه تدخل في مسابقه من هذا النوع. طب ليه ما ينفعش؟ ليه؟ طالما ان هي متحفظه على حجابها، على احترامها، على زيها. يعني احنا لو جينا نتكلم حتى في الشرع قال لك ان الحجاب ان هو لا يصف ولا يشف، ان هو لازم يكون فضفاض، ان هي ما تبديش يعني جمالها بزينه فوقيها. انا ما عملتش كده، انا الحمد لله زيي كان واسع، ما كنتش بحط مكياج. يعني انا الحمد لله دوت نعمه من ربنا الجمال. في نفس الوقت يعني اللي ده اطفى لجمالي جمال هو كانت ثقافتي، اخلاقي طبعا، تربيتي، يعني في كذا حاجه زودت الجمال ده، مش جمالي بس هو اللي نجحني. طيب نهى لما عملت الفكره هدفك كان ايه؟ هدفي ان الناس تبدا تعمل لنا احترام شويه. كان في الفتره اللي فاتت بعض المشاكل في بعض الاماكن العامه، كانوا بداوا يمنعوا المحجبات، كانوا بداوا بعض الوظائف تمنع المحجبات، فكان نفسي اقول لهم احنا موجودين. لا مين بيمنع المحجبات؟ لا الفتره اللي في وظائف، لانه طبيعه المهنه تتناقض مع الحجاب يعني. تمام، بس بعض الوظائف لو انت متقدم بنات مش محجبات هيفضل البنت اللي مش محجبه، كانوا دايما بيعتبروا الحجاب. طب وانت متخيله مسابقه اسمها ملك الجمال المحجبات هتعيد الاعتبار لده؟ هي فعلا الى حد كبير عادت، لان احنا الفتره اللي فاتت بعض الناس بدات تعرض على البنات المحجبات اللي كانوا في المسابقه بعض الشغل كمذيعات كقنوات فضائيه ما كناش بنقدر نخشها بالسهل. طيب انا عايز علشان بس كان في كم متسابقه في تقريبا 150 دول اللي قدموا فعلي. احنا عندنا المشهد على النص نشوفه، 150 متسابقه. 150 متسابقه اللي احنا كنا مصفيينهم اول تصفيه، وبعد كده وصلوا ل 100، ومن 100 ل 20، وبعد كده ل 10، وبعد كده ل 3، وبعد كده احنا شايفين اهو دي المسابقة. أي يعني الرسالة اللي انت عايزة توصليها من ده ايه؟ آية محجبة بتدخل مسابقة خاصة بالمحجبات. تصميمك على الدخول للمسابقة، ايه الرسالة اللي انت عايزة توصليها؟ ولا عايزة تفوزي وخلاص؟ لا
الرسالة اللي أنا كنت حابة أن أنا أوصلها أن الحجاب مش هيمنعني أعمل أي حاجة أنا عايزاها. يعني إذا كنت عايزة أكون ملكة جمال، أنا خدت ده بحجابي. عايزة أشتغل في الوظيفة الفلانية، هاخد ده بحجابي. فده اللي أنا عايزة أوصله. أنت عايزة تحققي حاجة، خليكي بحجابك، ما تتنازليش عنه علشان تشتغلي وظيفة مثلا رافضين فيها الحجاب أو كده. بس طيب خليني انا قبل ما اسال بقى والدي كمان هاخد بس يعني هشوف حتى الراي اللي هو بيؤيد او يعني بيؤيد فرض الحجاب وراي تاني مستنير. يعني هاخد الشيخ شريف الصاوي. شيخ شريف اهلا بيك. شيخ شريف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وهاخد الاستاذه الكاتبه الصحفيه الاستاذه سحر الجعاره. استاذه سحر اهلا بيكي. استاذه سحر. استاذه سحر سامعاني؟ مساء الخير يا استاذ وائل على حضرتك وعلى ضيوفك. مساء الخير. اهلا اهلا يا استاذ وائل. اهلا بيكي. استاذه سحر خليكي معايا بس ابدا بالشيخ. انا سامعه حضرتك كويس. سامعاني كده؟ طيب. خليكي معايا بس هبدا بالشيخ شريف الصاوي. شيخ شريف هل بتلاقي يعني انت بتدافع عن حق المحجبات في المجتمع وبتتكلم عن انه بعض المحجبات قد تتعرضنا لاضطهاد بسبب الحجاب، لكن هل توافق على مسابقه باسم ملكه جمال المحجبات؟ اتفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى فرض على المرأة المسلمة الحجاب الشرعي، وهذه من الفرائض الخاصة بالمرأة في الإسلام. هناك فرائض مشتركة بين الرجال وبين النساء، وهي أغلب الفرائض مثل الصلاة، الزكاة، الصوم، بر الوالدين، صلة الرحم. بس انا مش عايز بس اعيد المناقشه. لما تبقى المناقشه عن الحجاب في حد ذاته خليني في صميم السؤال. يعني دعني اوصل يعني فقط ب طيب اتفضل. جدا من الزمن. اتفضل. هناك فرائض خاصه بالرجال مثل الجهاد، وهناك فرائض خاصه بالنساء مثل الحجاب الشرعي. والحجاب الشرعي ليس مجرد قماشه او لفافه تكون طوقا حول الوجه تبرز مفاتنه بشكل أكثر، ولكن الحجاب الشرعي يمثل سلوكا وخلقا ومبادئ وضوابط شرعية تلتزم بها المرأة المسلمة في حياتها. الحكمة من ستر مفاتن المرأة عن غير زوجها ومحارمها كما تدعو إليه الفطرة السليمة والمثل والأخلاق المتفق عليها بين كافة العقلاء. هذا أولا. ثانيا، كون مسابقة ملكة جمال، أولا أنا لم أجد في الحقيقة في مصر اضطهاد للمحجبات، أنا أول مرة أسمع. يعني قد يكون مثلا المنتقبات خصوصا هن لا يعني يتعرض، لا أقول اضطهاد أيضا، لا في بعض تتحدثون عن اضطهاد للمحجبات في بعض الوظائف، في وظائف، في المشاكل المتعلقة بالمحجبات في بعض المهن يعني وبعض الوظائف. هذا يتعرض له المحجبات وغير المحجبات. يعني مثلا لو جاءت مدرسة في معهد أزهري غير محجبة. بس ده مش موضوعنا. يعني خليني في صميم السؤال في المسابقة. في صميم الموضوع، نحن بذلك على فرض هذا الأمر إن هي في مسابقات ملكة الجمال لا يقبلون فيها المحجبات، نحن رددنا على السخف بسخف أشد، أننا فعلنا يعني كمثل مثلا من يقول ملهى ليلي موجود في الخمور وفي كذا، نفعل ملهى ليلي إسلامي. يعني رددنا على الشيء على الخطأ بخطأ أكبر. أولا كون بس مش قوي كده عشان بس ما تتخضش. لا 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 أقصد، لا أقصد يعني الإسقاط، ولكن يعني أتكلم إن المبدأ أولا إن يبقى في مسابقة لملكة الجمال، ماشي، في فروع منها بتخص الثقافة وغير الثقافة، ولكن في فرع رئيسي زي ما هو مكتوب في العناوين طول الجسم وتناسقه مع الوزن وجمال الوجه. هذا سوف يقتضي هناك في لجنة الذين يحكمون فيها طب وهو الإسلام ضد الجمال؟
الإسلام مع ستر الجمال حيث أمر الإسلام بستره. الإسلام مش ضد الجمال أبدا، إن الله جميل ونحب الجمال، ده حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الجمال الذي يجعل المرأة المسلمة، الله لما فرض الحجاب على المرأة المسلمة لصيانتها وعفتها وحفظها، لا تكون المرأة المسلمة لا تأخذ شكل التحفة أو المظهر الأنيق أو الزخات الذي تعرض على مرأة ومسمع من العالم ليقال هذه الأجمل وهذه الأجمل. هذا امتهان، أنا أعده امتهان للمرأة المسلمة، امتهان للمرأة المطلقة، تقليص لدورها في أشياء يعني لا ليس لها أي معايير عند أي دولة تريد أن تتقدم أو أي أمة تريد أن تنهض. المرأة ليس بمظهرها ولا بطولها ووزنها وأن تبرز وجهها حتى ولو كانت محجبة وتقول أنا جميلة وأنا لست جميلة. المرأة بما تخدم به دينها وتخدم به أمتها بعلمها وثقافتها بتربيتها بما تؤديه من خدمات لأمها لدينها والأمتها. طب ما هو جزء من مسابقة الثقافة والفكر والعقل وال... طب ما تكتفي المسابقة على الثقافة والفكر والعقل، لماذا ندخل الطول والوزن والوجه؟ أي مقارنة؟ الجمال هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. انت قلت الجمال، الجمال يجب ستره، الجمال يجب ولا دفنه ولا ايه؟ ولا دفنه ولا ندفنه ولا نعمل ايه؟ لا امال يعني نفضحه ونكشفه ونفتن به الناس؟ لا طبعا. طب انا دلوقتي كمسلم واي واحد يعني في اللجنة موجود فيها رجل، انا لويت اسم رجل يمكن اكثر من رجل كمان من المحدثين، لكن القبح نظهره. اي قبح؟ نحن بذلك نظهر القبح. بماذا الذي طيب ما نصر؟ هو مين قال لك انه التعامل مع الجمال يعني في يعني إذا سبب إثارة يعني مجايز العيب في العقل الشخص الذي يثار بالشكل ده من لماذا أمر الله، لماذا أمر الله بغض البصر وقال في المرأة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن؟ أنا بس مش عايز أحملها مش عايز أحمل المناقشة الدينية الأوسع يعني، بس آية الله هنا خليك معاه اسمع بس رأيها. هو بيقول لا الجمال للستر يعني تخفيه للإخفاء. مسابقة يعني هنا الجمال هو جزء من هذه المسابقة وبالتالي في استعراض للجمال. يعني أنا بجيب لك وجهة النظر اللي بتتعامل مع الحجاب من منظور ديني، ودوش أشوف وجهة نظر المستنيرة يعني اللي بتشوف الأستاذة سحر بتمثلها يعني. لكن هو شايف انه الجمال للإخفاء مش للاستعراض. بس احنا ما عملناش جمال للاستعراض، احنا كنا طالعين المسابقة يعني بنقول للناس ان ده حجاب. فيها ايه لما تكون مثلا بنت عايزة تتحجب شافتني قالت الله طب ده محجبة حلوة شكلها حلو، يعني انا ليه ما لبست الحجاب زيها، لبسة واسع ليه ما عملش ده، فتضطر ان هي تشوف طب هو ده فرض، طب انا ليه ما البسوش، ليه ما نبصلهاش من الجانب الايجابي؟ ليه جاوب يا شيخ شريف؟ احنا بذلك بنطمس الجانب الايجابي بشكل سلبي، نحن بذلك بنسيء الى الجانب الايجابي اللي هو الحجاب اللي فرضه ربنا سبحانه وتعالى. لان انت قدامك حل من اتنين، اما انك تلتزمي بالقواعد الشرعيه بضوابط الشرع واما انك تنخلع منها. فربنا يعيذك ويعيذ جميع المسلمات من الانخلاع من الضوابط الشرعيه. انت دلوقتي اخترتي سكه الحجاب، تربيتي على ذلك، نشاتي على ذلك، يبقى لابد من الالتزام بالحجاب سلوكا وتصرفا. ليس من الحجاب الشرعي ابدا ان تبرزي امام الناس وتقولي انا اجمل من كل النساء وتتخطفك باعين الرجال، وناتي بعد ذلك نخدع انفسنا بهذه التعليلات العلمانيه القديمه التي تقول العيب في الذي ينظر وفي الذي يكشف ايضا. والجمال قلنا انه يخفى بحيث امر الشرع ان نخفيه، وهو بمعنى الستر ليس بمعنى الاخفاء لكن بمعنى الستر. لان جمال المراه نعمه من الله سبحانه وتعالى، والله لم يجز للمراه ان تبين زينتها الا لزوجها ولمحارمها. استاذ نور، هل انت او اي رجل من رجال المسلمين يقبل ان يقول للناس هذه ابنتي او هذه امراتي اجمل من النساء، واذا نظر الرجال اليهن
الاب ما هو ما انت انت بتتعامل بمنطق ادفنوها ادفنوها اختروها انت اخفوها يعني هذا لا 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 انت تسعى بذلك يعني اخفوها واطمسوها وادفنوها ازاي يعني اما نفضحها نكشفها لا نفضحها نضيع الذئاب هتنهشها لا اوعى تكشفها الذئاب ستاكلها شيخ شريف اوعى تكشفها انت هتكشف ايه وانت بتكشفها يعني انت الوجه المكشوف يعني الوجه مكشوف والجسد ايضا تحت لجنة وفيها امال غض البصر هغض البصر عن ايه اذا انا هدفن اذا دفنت يبقى ليه غض البصر اغض البصر ما انا هغض البصر وبرضه مش انا هل ده مبرر انها المرأة تتكشف لا يعني يعني لطبق الحجاب يبقى ده هل هذا مبرر لترك الحجاب ايضا يعني انت لسه بترفع شعار الجمال للاخفاء الجمال للاخفاء طيب استاذ وائل استاذ وائل يعني اذا كنت بتعتقد هو يعني عايز بيوصل يعني حتى التيار اللي بيدافع بشده عن ان الحجاب هو الفضيله وهو الفريضه لا هياخد منكم موقف وكمان حتى التيار المستنير ممكن هياخد موقف تمام تعليق على طيب. كلام الشيخ الشريف انا تعليقي مبدئيا انا ماليش دعوه باي حاجه نزلت في الاخبار وكتب فيها ملكه جمال انا مسابقتي مسجله باسم ملكه العرب للمحجبات يعني ايه ملكه العرب يعني ما هي ملكه يعني ملكه ايه انا بختارها بثقافه ولباقه واحتشام ملكة انا ما بختارش الجمال هل هي ملكه الثقافه ثقافه ولباقه واحتشام انا ما قلتش جمال خالص ولا الاحتشام ليه تسميه ملكه الاحتشام يعني عشان انا بختار بالمقاييس دي انا ما اخترتش ولا وزن ولا طول ولا شكل ملامح نهائيا انا اخترت قد ايه هي محتشمه ومين قال لك انه ده يمثل الاحتشام ما جايز حد تاني ما هو الشيخ شريف اهو شايفه مش احتشام لا لو حضرتك شفت الملابس بتاعتها فضفاضه وطويله ومش حاطه مكياج في وشها هو ده انا بالنسبه لي اي سيده تانية مش لابسه الحجاب انت بتشوفيها انها مش محتشمه لا طبعا بشوفها دي حاجه ترجع لها انا بتكلم من ناحيه مسابقه احنا عاملينها عشان المحجبات ما تقولي ملكه الاحتشام انا مش مسميها ملكه الاحتشام ما انا بقول لك ملكه الجمال بتقولي لا ما هو انا مش هختارها يعني ملكه العرب انا مش هختارها قبيحه يعني تجلس على 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 عرش يعني مملكه لو أطول يعني ملكه مسابقه لو اطول هي اسمها ايه المسابقه ملكه العرب للمحجبات ميس ارابفيل ما هي ملكة العرب لـ ملكة جمال بس ما بختارش بالمقاييس الجماليه زي اي مسابقه شوف ازاي انت حاسه ان كلمه ملكة جمال مصطلح سيء السمعه فبتبعدي عنه على ان يا جماعه الجمال ده مش معناه بس الجسد وال لا الجمال يعني الناس. العقل والفك بس اللي بيشوف دائما المراه ما بيشوفهاش الا من زاويه واحده اللي هو دايما احنا بنسميه من زاويه الوعاء الجنسي يعني او الوعاء انما اللي بيشوف المراه انها عقل وثقافه انا هشوف ان الجمال في ذكاء في ثقافه في فكر فانت ليه منزعجه من كلمه الجمال؟ عشان الناس فاهمها غلط الناس فاهمها ملك الجمال هتطلع لابسه ضيق وهتمشي كات ووك قدام الناس ويعني فاهمين الموضوع غلط وبكيني بقى والكلام ده احنا ما عندناش المقاييس دي خلاص في المسابقه انا بدور على ثقافه وبسال اسئله ثقافيه بشوف الاتزان النفسي بشوف الاتزان العقلي ازاي بتقدر ترد علينا في اللجنه انا ما اخترتش بالمقاييس بتاعت انا اشوفها لا عينيها ملونه لا حلوه لا بيضه لا الكلام اللي بيتعمل في المسابقات الثانيه والوزن والطول انا شايفه على فكره لو هنقارن بالمسابقات الثانيه الطول ايه اقصر من بقيه البنات اللي بتطلع في اي مسابقه ملكات جمال ثانيه فانا لا اخترت بوزن ولا بطول خالص ولا عرضت قلت تناسق مع لان في مسابقات ثانيه برضو بتختار اوزان اكتر وفي مسابقات ثانيه بتختار اوزان اقل فانا في مقاييسي انا مش عامله المقاييس بتاعت اي مسابقه ملكه جمال ثانيه طيب خلينا نسأل أستاذة سحر الجعارة الكاتبة الصحفية الكبيرة أستاذة سحر يعني بالتأكيد استمعتي من زاوية تانية هل بتشوفي أنه فكرة ملكة جمال للمحجبات أو أيا كانت التسمية يعني الأستاذة نهى شايفاها كمانها للاحتشام يعني والحشمة شايفة أن ده عنصرية من نوع آخر تفضل لا أنا في البداية بس عايزة نتحرر من فكرة ان احنا بنحمل آية الله بسنها الصغير ويعني نترفق بيها ووجهها البريء الملائكي ده ان احنا بلاش نشخصن المسابقة على آية باعتبارها توجت هذا العام خلينا نتكلم على فكرة المسابقة في حد ذاتها
عشان يعني هي زي بناتنا الصغيرين اللي كلهم بيبقوا حاسين ان هو ده الصراط المستقيم وهو ده الفضيلة وهو ده الشيء الإيجابي اللي بيعمله في حياته. انا عندي ملاحظتين. الملاحظة الأولانية مفيش اي داعي انه اي حد يدعي ان هذه المسابقة بترد على وبتفق مع الشيخ شريف ده على مسألة اضطهاد للنساء المحجبات او للبنت المحجبة. خير دليل انه كان في مجالين اتنين ما بتدخلهمش المحجبة وهي انها تبقى مذيعة تلفزيون او مضيفة طيران وبقت بتدخل. وعند حضرتك في دريم وهي قناة خاصة محجبة بتقدم موجز الانباء. فيعني ده ادعاء باطل يهدم الفكرة من اساسها. الفكرة هي تسليع للمرأة وتحويلها لسلعة ايا مكان السلوفان اللي بنقدم فيها هذه السلعة. يعني يكون حجاب يكون مايو يتساوى عندي. هو ابتذال وامتهان للمرأة وتحويلها لسلعة تقدم على الشاشات وعلى المسارح لابسة فضفاض بنشتغل على انه وجهها جميل بنعتمد على ملامحها. في النهاية هي سلعة بيروج من خلالها ملابس محجبات وده بيزنس واسع جدا في المجتمعات العربية. عباءات مع المجتمع العربي اللي كان كله موجود وكان كله حاضر. الحاجة التانية من اللي بتتم بشكل منظم جدا فيها امتهان للحجاب نفسه هو نمط السلوك اللي اتكلم عنه الشيخ شريف. انا بشوف يا استاذ وائل وحضرتك وكلنا بنشوف المحجبات بيرقصوا في افراح المحجبات لابسين بادي ستومك. استاذة نوها عاملة تاتو حاطة مكياج. دي مسألة طبعا بالنسبة لي فيها عدم وعي بمقاييس الحشمة وما يسمى الفضيلة وما اصطلح على تسميته الزي الشرعي. فمفيش عنصرية في الملبس. العنصرية في الملبس لما أنا أضطهد المحجبة على فكرة اللي بيحصل دلوقتي هو العكس. إن اللي بتضطهد لما يكون موظفة مش محجبة قاعدة في مكتب كل محجبات تبتدي النظرات ويبتدي التوبيخ. الحجاب بشكله الحالي في المجتمع المصري تحديدا لم يعد لا دليل عفة ولا دليل فضيلة ولا دليل احتشام. بنطلونات على بادي ستومك على فول ميك اب على بنات محضونة على الكورنيش وبنات بتتمشى في المولات لا سلوكيات تتفق مع الزي. عندي ملاحظة انه فعلا الازياء كانت واسعة واقرب الى العباءات بس ده الذوق والخطوط الخليجية لانه معظم اللي كانوا في المسابقة ما هياش مسابقة محلية دي مسابقة عربية. فانا بتكلم في مسابقة كمسابقة لا تفرق هذه المسابقة في اي ملمح عن بالنسبة لي عن المسابقات اللي بتقدم فيها المرأة بالمايو او بترقص او بفستان شفاف او خليعة لانك في كل الاحوال بتستخدم المرأة كسلعة بتروج بيها لسلعة اخرى. طيب خلينا نسمع استاذة نوى. يعني بتستخدم المرأة كسلعة تروح يمين تروح شمال تسميها محجبات. هي هنا الأستاذ سعر المضمون نفسه والفاعة أنت بتستخدمي المرأة كسلعة. أنا بالنسبة لي ما بستخدمهاش كسلعة بالعكس أنا بكرمها. كون إن هي بقى متضايقة مني كشخص أو هي بتوجه لي اتهام أصلا أنت لابسة أو أنت حاطة. أنا خبير التجميل وأنا أصلا رئيس لجنة التحكيم أو صاحبة الفكرة. أنا مش ملكة الجمال عشان تقيميني ومش من حق حد يقيمني نهائيا لا شكلا ولا موضوعا أيا كان مين. لأن أنا برضو مش من حق أقيم حضرتك إذا كنت محجبة أو مش محجبة. فأنا مش مفروض أن أنا موجودة عشان أقيم كشخص. تقيمي البنت اللي كسبت البنت محتشمة البنت مش حاطة ميكب. ثانيا أنا عايز أقولك حاجة بس أنا مش عاملة تاتو أنا عاملة ميكب بس خلاص. طيب يعني أنا مش عارف يعني حكاية أنت مركزة على تصدير مفهوم الاحتشام والحشمة. يعني ما هو ده يعني وكأن ما عداها لا يمثل الحشمة والاحتشام خالص. احنا عشان يعني ما كناش بيقبلوا نحن نخشوا مسابقات التانية الحجاب ما هو ده يعني بيبقى خالص انا بختار بالمقاييس خالص. انا عمري ما تطرقت للموضوع ده. انا بقول ان انا اخترت بالمقاييس الشرعية بس. بنات تقدم براحتها. طيب بأي سعر عندك تعليق على كلام الأستاذ النوع قبل ما اسأل آية الله تفضل. انا الحقيقة ما بلتقتش الو سامعينك تفضلي. ما بنتقدش الاستاذه نهى. انا بشير اليها كواحده في هذا المجتمع المصري التي يرتدين الحجاب. فعشان كده علقت على فكره انها عامله مكياج. انما طبعا هي عندها حريه شخصيه تعمل ميك اب تلبس زي ما هي عايز تلبس تلبس حجاب ما تلبسش حجاب دي حريتها الشخصيه. وانا بعتذر اذا كنت اقحمتها في الموضوع بس هي مجرد نموذج موجود على الشاشه قدامنا فبستشهد بيه مش اكتر.
زي ما قلت لحضرتك القصة مش في قصة آية وهي في هذا السن الصغيرة ولا في المسابقة باعتبارها فيها نوع من أنواع الحداثة في المجتمعات العربية. الفكرة في فكرة تعامل المجتمع العربي بعقلية مستفزة تجاه كل ما هو أنثوي، يعني مناخيرها، عينيها، شفايفها، ده كله لما تبروزه وتقول إنه التركيز على الوجه، هنا أصبح الوجه مركز إثارة وفتنة وإغراء وما أصبحش دليل حشمة ولا وقار. برضو ما بتكلمش على آية عشان أنا يعني آية يعني طبعا ما يعني أنت بتكلمي عن المسابقة ككل بإنه خبرتها هي آية دخلت مسابقة وفازت يعني صحيح. لو أنا بقى كسحر تقول لي عايزين نعمل كتالوج للمحجبات خلاص؟ أقول لحضرتك حتى لو عايزين نعمل كتالوج أو عرض أزياء للمحجبات أنا أفضل تقوم بيه مانيكان مش محجبة هي اللي تخلع وتلبس وتمشي قدام الناس، حتى لو كان جمهور القاعة كله من النساء. في الحالة دي أفضل إن اللي اختارت طريق هي شايفة إن هو فيه الحشمة والفضيلة والاختباء وإخفاء، هو إيه الغرض من الحجاب؟ سواء في طب ما أنا شايف أو إيه الفارق هنا يا أستاذة نور؟ أنا عايز بس عشان الصورة دي، ما هي بتمشي بتستعرض نفسها على أهو و بتلف يمين وشمال يعني عادي يعني ايه الاختلاف بينها وبين المسابقات العاديه؟ لا الاختلاف في اللبس اللي هي لابساه، هي لابسه عبايه وفضفاضه ومفيش اي لبس ضيق في الملابس اللي هي لابساها. ما هي الشيخ شريف بيقول لك مش للاستعراض، يعني اللي هو ما هي رايحه جايه وبتلف يمين وشمال والتركيز يعني هنا اهو. هي انا مش شايفه اي حركات يعني فيها مشكله خالص. مش ضد ده يعني انا بس عشان تبقي مش انما انا بتكلم عن اللي هو اللي هيبقى انت ضد ده بيحصل لغير المحجب، انت اللي ضده لغير المحجب. لا مش ضده لغير، انا مش ضد اصلا غير المحجبات خالص، يعني انا مش ضد الفكره بتاعت غير الحجاب، لكن انا بالنسبه لي ده كان عرض جوه المسابقه، بقيم البنت بتمشي ازاي، البنت قدامها اطلتها على المسرح ازاي قدامنا وبس. طيب شيخ شريف ما انت بتشوف على الشاشه ولا ما بتغض البصر ولا بتعمل ايه؟ شيخ شريف بكلمك فوق الصراحه علشان الشبكه، فانا مش قدام التلفزيون حالي. يعني اللي هو فكره المتسابقات يعني طب جزء من ده ليه بتعتبر الجمال للاخفاء؟ يا استاذ وائل اقول لحضرتك حاجه، الاستاذه الصحفيه تعتبر يعني اتفقت معايا في الراي وقالت كلاما كثيرا وافق عليه، والعجيب انك لم تبدي اي اعتراض، يعني اي اعتراض على كلامها، لكن في تحفظ واضح تجاه كل من يتكلم او يرد مساله الى الدين، وكاننا دائما لا مش تحفظ، انا تحفظت فقط على انت بتقول لي الجمال لا تحفظ نستره، فانا قلت لك ندفنه يعني فبس. لا طب ليه ايه اللي خلى الستر مقابل الدفن؟ المراه جمالها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لزوجها ولا يرى الا محارمها، لكن ما فيش اي خلق ولا اي مثل ولا اي دين ممكن يقبل ابدا ان المراه تبرز جمالها امام الناس وتقول هل من متفرج، هل من مشاهد، هل من متابع، هذا متناقض تماما مع القيم الخلقيه المستمده من الشرع الحديث. طب ده هم عملوا المسابقه للتعبير عن وجهه نظر الطيار الذي تمثله يعني. هذا خطا، لا هذا خطا، هذا خطا جدا، وانا بقول للاستاذه نهى كون ان المراه مجرد اولا هو صلى الله عليه وسلم قال ايه مثلا؟ ايما امراه تعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني عابها وذمها، مجرد ان المراه تتعطر عطر فائح جدا بحيث يشم الرجال الاجانب عنها، وصلنا عن ذلك، وصل ان لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، يعني من غير ان يعني يتبخر. هناك اشياء كثيره، ضوابط كثيره في الشرع، رسول قال اياكم والدخول على النساء، يعني الخلوه بهن، قال رسول الله فرايت الحم هو قريب الزوج، قال الحم الموت. ما انا خليني انت عارف ما تحملش المناقشه اكثر من اطارها يا شيخ شريف، عشان انت عارف ان المناقشه ما فيش فيها هو دلوقتي معقول لحد فيهم هيناقش هم التزموه، انا هو خاطبهم باللي هم التزموه، هي التزمت الحجاب يبقى هي كده تحب الحجاب وتتحجب وتلتزم بالحجاب الشرعي، فانا بخاطب منك تلتزمي بما انت علي. الرسول عليه الصلاه والسلام الحجاب مش فقط لبس فقط، لا الحجاب سلوك، الحجاب يتنافى تماما
تماما ان المراه تظهر امام احد وتقول انظر وقارن من الاجمل. وبعدين انا شايفها كمان حتى من الناحيه الفلسفيه حاجه غير واقيه جدا. يعني ايه التناسق؟ التناسق ده صنعه ربنا سبحانه وتعالى. طيب. صنعه ربنا مفيش سكات. خلينا عشان اخد قبل ما اخد دكتوره فاديه مغيث, اي ايات الله عندك تعليق على كلام هنا او هنا؟ هو انا عندي تعليق ان يعني الشيخ بيقول لنا ان هو ماتوا بدين يعني لزوجها, اوكي انا ما عنديش اي اعتراض على ده, بس معنى كلامه ان احنا كده مفيش يعني مفيش ان هي ملهاش ان هي تشتغل مذيعة, ملهاش ان هي تشتغل اي حاجه او تقدمه, معنى كده ان احنا كلنا ولا تشتغلي حاجه خالص ولا تطلعي كده بالطريقه دي بالراي ده بالظبط بالراي ده يبقى احنا مالناش ان احنا نشتغل اي حاجه, يبقى احنا نقعد في بيتنا لحد ما يجي لنا مثلا اذا كان عريس يتقدم لنا نوقف عليه وخلاص نقعد في البيت. لكن لا, فين بقى فين ان احنا اذا كانت دكتوره اذا كانت مذيعه اذا كانت مدرسه ما هي عندها علم عايزه تقدمه. يعني دي وجهه نظري, هتقدمه ازاي بقى اذا كان هو يعني سياده الشيخ بيقول لنا كده. انا بقول يعني عشان انا واحده ده ما هو ما هي دي المشكله. ده الطيار اللي انتوا عملتوا المسابقه علشان تغزلوه او عشان تستجيبوا, ما انتوا عاملين عشان كده. ما انت بتقولي لي الحشمه والاحتشام, ما هم يعني هذا الطيار بيتكلم كده. فمع ذلك حتى الطيار اللي انت عامله المسابقه لمغازلته وهنا يعني بيقف ضدك وبيقول لك لا ده مل ده, حتى اطلق تعبير قال لك ده مالها ليلي اسلامي, هل ينفع؟ لا والله هو اللفظ طبعا انا مش هقبله مبدئيا, وما ينفعش يتقال حاجه زي كده. احنا اصلا ما تعرضناش للدين خالص, بس انا من حقي ان انا اخد بمقاييس انا شايفاها صح او مقاييس الاحتشام. ده محجبه وانا مش هخليها تلبس بودي ستومك وبنطلون ضيق وتطلع تحط فول ميك اب, بقول دي محجبه. هو شايف انه ده ما يختلفش عن اللي انت بتقوليه عن لابسه ايه استاذ وائل. هو شايف لابسه ايه؟ ما هو ده الطيار اللي انت عامله المسابقه علشان بتستجيبي لرايه. وعلشان والله هي ده فكرهم ودي مشكلتهم, وده الحرب اللي احنا كنا فيها طول السنين فاتت عشان اعرف اطلع المسابقه. بس انا في الاخر احنا بقينا موجودين. طيب والاستاذ سعر شايفه اللي هو لا انت عاملاها عشان هي المراه سلعه, سواء مسابقه هنا او هناك, سواء بدون حجاب او بحجاب, وجهه نظرها وتحترم اللي هذه المسابقات بتتعامل مع المراه على انها سلعه. لا انا بالنسبه لي مش سلعه خالص, بالعكس انا بكرم البنات دول, وبنات كلهم ال20 بنت مبسوطين جدا بالمسابقه, وبقيه البنات كلهم قالوا اخيرا بقى لينا صوت في بس مصر. انت بتديها غطاء اسلامي وغطاء ديني. حقنا لان احنا محجبات وفئه موجوده. يبقى سلعه بس بغطاء ديني؟ لا خالص, لا مفيش سلعه, احنا مش سلعه خالص, بالعكس ده انا عايزاها تظهر قدام الناس تقول انا موجوده ولي حق في الحياه. دكتوره فاديه مغيث. دكتوره فادي اهلا بيكي. اهلا وسهلا, مساء الخير على الموجودين وعلى المشاهدين. طيب. انا بتصور انه المسابقه كلها والمشروع كله واقع في تناقض شديد, انه في الاساس هذا استعراض ل يعني جمال الجسد والملامح والشكل, ودي سلعه يعني او نمط غربي. كل التيار الإسلامي بيعترض أساسا على مشروعه ونظرته للمرأة وتناوله أو يعني تعرضه بأي شيء دعائي أو سلعي أو ترويجي لجسد المرأة أو لملامحها أو لشكلها. وأي امرأة جادة بتحترم نفسها لا علاقة لها أبدا بكل هذه الدعايات وهذه المسابقات وهذه المشروعات. ومع ذلك إذا كانت هذه نوع من الفانتازيا الغربية اللي أنتوا بتعترضوا عليها يعني جملة وتفصيلا, فلماذا تغادرون الغرب في هذا؟ أيضا فهو لا علاقة له لا بكيان المرأة ولا بجديتها ولا بإمكانية العمل ولا أدائها في المجتمع. حتى في مسابقات الجمال الموضوع ليس شكلا فقط الآن, يعني في الغرب الآن بيجهزوا لجان لاختبار مدى ثقافة المرأة ومدى رجاحة عقله ومدى تفتحها ومدى يعني امساكها بإمكانية الحوار مع الآخر وهكذا. ففي معايير تانية كثيرة جدا جدا. أما إذا كنت هتحط الحجاب ما خلاص, فما تقرنا في بيوتكن بقى وخلاص.
وهو ده نمطكم، وهو ده اللي انتم عايزينه، وهو ده اللي التيارات كلها المتطرفة بترجحه، ان المرأة لا علاقة لها بالعمل ولا عقل لها ولا دين مكتمل لديها وهكذا. فايه التناقض اللي انتم واقعين فيه؟ يعني ما هو انتم يا تقولوا ابيض يا تقولوا اسود، لكن هذه الخلطة الغير مفهومة والغير مبررة لا علاقة لها لا بكيان المرأة ولا باحترام المرأة ولا التعبير عن حضورها ولا عن ان هي ولا وجودها. طيب خلينا ادي الآية الفرصة، ما تتخضيش طبعا هي من الكلام ده، انت يعني مالكيش، انت دخلتي مسابقة لكن ده يعني لصناع المسابقة، بس انت كمان يعني لازم تردي على هذا الكلام. اتفضل. هو انا عايزه اقول بس اني انا محجبه، يعني لما جيت حتى عشان اشتغل، انا دلوقتي بشتغل، محدش رفضني ان انا ما اشتغلش عشان محجبه، انا اوريدي بشتغل وفي كل حته المحجبات. لا يعني دكتور فادي بس كلمه بتشتغل. عن المسابقه، التناقض اللي انتوا واقعين فيه، يعني التناقض هو الشديد، هي قصدها ان احنا بنطلع باللبس يعني وبنعرضه. اه احنا ما كانش عرض ازياء، احنا اللي احنا عملناه ما كانش عرض ازياء، وما كناش عارفين نمشي حتى الكات ووك والحاجات دي كلها، احنا ما كناش عارفين اي حاجه من الحاجات دي. احنا شاركنا في المسابقه، انا واحده من الناس شاركت في المسابقه لما عرفت ان هم بيقولوا اهم حاجه ان يكون لبسك واسع، مثقفه، لبقه، كذا حاجه. وبساعتها قلت لبابا، لان انا مش هعمل حاجه من غير بابا، بابا اتاكد ان فعلا الشروط بتاعتها ما فيهاش اي حاجه مش كويسه، فرحت قدمت. طيب انا هنا عشان اساله بقى، انت شفت انه يعني انت بـ بـ يعني حتى من يدافعون عن الحجاب بشده يعني فهم ضد الفكر، انت تحمست انه يعني بنتك تدخل فيها وشايف انها ما فيش فيها التناقض ده، يعني 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 فكرة التعامل مع مسابقات من هذا النوع، يعني الناس كانت بتتخوف من فكرة الاستعراض والسلعة، انه البنت بتتحول لسلعة زي ما قالت الأستاذة صح، انما مع مسابقة من النوع ده انت تحمست ان بنتك تدخل فيه. انا بسألهم وبقول لهم ايهما افضل، البنت لابسة الحجاب ولا مش لابسة حجاب؟ احنا بنشجع الحجاب، بقول لبنتي احنا بنشجع الحجاب، مش الحجاب بس، ده الحجاب والثقافة والأناقة واللياقة وعقلها، المرأة زينتها عقلها، مش هو ده اللي مطلوب. كمان هم ناسوا ان اوروبا وحاليا بعض الدول في اوروبا وغيرها بيهاجموا الحجاب وعايزين ياخدوا قرار بعدم أنا بقول لك وجود الحجاب. التيار المتشدد بشأن الحجاب هو حتى هو اللي بيهاجمك أكتر، هو اللي بيهاجم المسابقة أكتر. يعني الشيخ شريف بقول لك أطلق وصف مالها ليلي إسلامي، يعني يطلق زي يعني ما هو عايز، يطلق زي ما هو عايز، مش بقى في دول أوروبية ولا التيار. ده رأيه، ده رأيه. أنا بدي كان موجود وشاف الموضوع كله، هو يقدر يقول رأيه في اللي حصل، لكن إحنا رأينا الافضل. وانا بقول لك اختار طريقين، تلبس حجاب او ما تلبس. فبنتي لابسه حجاب وحجاب شرعي وتعلم من الدين كويس جدا، لان خريجه متخصصه في هذا المجال. طيب. وعقلها عشان ما حملش الموضوع اكتر بلاش، هم بيراهوا كده. انت في جامعه الازهر يا ايه مش كده؟ يعني في طب في جامعة الأزهر زملائك زميلاتك بيتعاملوا مع الموضوع طبيعي؟ يعني طبيعي جدا، وكتبوا لي كمان على الفيسبوك انت شرفتينا وشرفتي الحجاب، يعني ما فيهوش اي حاجة، وكلنا دارسين على فكرة، دارسين فقه ودارسين كل حاجة. طيب عشان ما حملش الموضوع اكثر مما يحتمل، هاخد بس تعليق اخير من دكتورة فادية. دكتورة فادية تعليق على ردها، اتفضلي. انا بتصور انه موضوع أن تتحجب أو غير تتحجب لا علاقة له، وليس دليل ولا إعلان ولا دعاية ولا يحمل أي علامة تفرق بين المرأة المثقفة وغير المثقفة، ولا المرأة اللي طبيبة واللي تنفع تبقى تقتحم المجتمع ويبقى ليها جدارة وتكتسب حق في العمل بندية
كالرجال وإلى آخره، طالما أنها اكتسبت الحق في التعلم فيما يتعلمه الرجال أيضا. لا علاقة أبدا، الحجاب لن يزيدها أبدا جدارة، ولن يزيدها درجة في العلم ولا درجة في الطبيبة المحجبة عن الطبيبة غير المحجبة. فهذا كلام ولا علاقة لذلك أيضا، ولا هو رد على الغرب اللي هي بتمنع الحجاب. الغرب له شأنه يمنع الحجاب وله قيم أخرى ومجتمع يعني مختلف تماما. إما أنه يتم الدعاية ويتم أنه الحجاب المرأة بحجاب أفضل من المرأة بلا حجاب، سقطت هذه المقولات تماما، والعلم بيسقطها وبيدحضها. والنساء عندما تقيم عقليا وطبيا فهي تقيم بكل المعايير اللي تفرق بينها وبين أحسن طبيب في العالم وأحسن مدرسة اللي هي حسب أدائها وحسب المعايير وفق العلم ما بيأكد لنا هذه الجدار. أما تكون شيء إذا كانت الرأس بتوجه لك بالشكر دكتور فادي، عشان بس في أسئلة سؤال أخير. الناس بتسأل تمويل المسابقة منين؟ يعني إيه تمويل؟ من تمويلها يعني؟ لا هو مفيش تمويل، أنا اللي عاملة المسابقة. طبعا كان في بعض الرعاة، لأن هم كانوا قاعدين معانا في لجنة التحكيم، وكان معانا بعض الرعاة في المسابقة. بس طيب ما هو ده برضو مع يعني مفهوم السلع والمكسب والخسارة؟ لا 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 لا، حد في ناس سندتني، لأن أنا الموضوع كان فيه مشكلة بقاله 10 سنين ما كنتش قادر أعمله ماديا. بس مش أكتر. ريهام نعمان تعليق أخير وبعدها بس عشان نتابع اللي حصل في العريش منذ قليل. أستاذة ريهام اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا أستاذ وائل. مساء الخير، اتفضلي. أشكرك يا أستاذ وائل، لأن أنا كنت هسأل سؤال التمويل ده، أو يا ريت أستاذة نقعد لنا الرعاة مين بالظبط؟ شركات عربية خليجية مثلا لفرض هوية معينة أو زي معين؟ شوف يا أستاذ وائل، فكرة إن المرأة المحجبة مضطهدة في مصر دي فكرة واهية. أنا والدتي محجبة، حضرتك دلوقتي لو فتحت التليفونات هتلاقي يعني كم من مش عايزة أقول إن عدد المحجبات، سيدات المحجبات في مصر والبنات المحجبات أكتر بكتير أضعاف 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 الغير محجبات. لدرجة إن أحياناً البنت الغير المحجبة في ناس بتفتكرها إنها غير مسلمة. فانا وفكره بقى وسؤال، الفكره بجد اللي اصعب بقى اللي بتصدرها استاذه نهى بالعافيه الحقيقه، ودي فكره وهي كذلك، ان المحجبه مضطهده وبتاعه تشتغل. يا استاذه نهى عشان بس نقول كلمه حق، الشباب المصري كله مضطهد، سامحني يا استاذ وائل دي الحقيقه. انا ما شفتش في مصر بنت مضطهده عشان محجبه. انا شايفه شباب وجه عام مضطهد ومش واخد حقه كده قولا واحدا، بغض النظر بقى اذا كانت فتاه او كان فتى، اذا كانت محجبه ولا اذا كانت بشعرها. فلو سمحتي ما تصدريش فكره. وبعدين بتقولي احنا فئه، انتوا مش فئه يا استاذه نو، لما تقولي احنا فئه يبقى في فئه اخرى وفئه اخرى وهكذا، مفيش في مصر فئات. لان زي ما قلت لك عدد يا استاذ وائل البنات اللي بشعرهم او الغير محجبات في الشارع المصري بيبقى نادر جدا نادر جدا، بجانب او في وسط الفتاة المحجبة أو السيدات أو الفتيات المحجبات في مصر. حضرتك منطقك مغلوط، وأنا مش عايزة أعيد كلام أستاذة سحر الجعارة لأنها قالت بصراحة اللي أنا كنت عاوزة أقوله من البداية. وأنا يا أستاذ وائل شايفة، أشوفي محدش ضد الحجاب، بالعكس أنا بقول معاكي أنا غير محجبة، بس أنا بقول إن الحجاب فريضة شرعية ولازم الست تقوم بيها. إنما صدقني يا أستاذ وائل أنا رأيي الشخصي إن كل الفكرة دي ما هي إلا استثمار للمرأة. يظهر ان احنا بالغنا في العري بسبب بعض الافلام ومنتجين السينما وهكذا، فكان لازم تطلع ظاهره مضاده تقول الحجاب مضطهد فلازم ان احنا نظهر فتيات جميلات محجبات. الكلام ده مغلوط والكلام ده مش صح. المراه المحجبه في مصر ليها بالغ وكامل الاحترام. المراه المحجبه في مصر اعدادها اكبر بكتير اضعاف اضعاف من المرأة او الفتاة غير المحجبة. لو بتتكلمي على الاضطهاد الوسيطي، الشباب بوجه عام بيعاني بطالة، مش لاقي شغل بغض النظر اذا كانت الفتاة محجبة او غير محجبة. واشكرك يا استاذ وائل، بتوجه لك بالشكر. وهقول بس تعليقات اخيرة قبل ما اتوجه لكم جميعا بالشكر. هنا
استاذ وائل، انت غير محايد وبرنامجك افلس وتحاول اظهار رجال الدين بمظهر المتخلفين والشجاعه تحتم قراءه الرساله، مش محتاجه لشجاعه خالص، وجه اي انتقادات زي ما انت عايز يعني، بس احنا الحقيقه بنناقش كل القضايا بشكل متنوع، واذا عندنا موقف ده لا يلزمنا بان احنا نعمل القواعد المهنيه ان الكل كل وجهات النظر تكون ممثله يعني. أريدها زوجة مثل هذه الفتاة الصالحة، الحجاب سلوك وأفعال طيبة وليس رداء. أشرف كراوية، أنا اسمي أحمد حسني، كنت شغال مع آية في كيدزينيا. آية إنسانة مجتهدة ومحترمة، محدش يتكلم عن كل ده، احنا بنتكلم عن المسابقة. في محجبة تلبس بنطلون وترسم حواجبها. أستاذ وائل، أرجوك تعرف الحاج والد البنت اللي معاك إن بنته محتشمة مش محجبة. يقولوا لنا إيه المعايير؟ مفيش رأي معانا خالص يا أستاذ وائل؟ إيه؟ مفيش رأي خالص في التليفونات معانا؟ إزاي؟ ده واحد أنا جبت واحد قال لي كل التليفونات كانت هجوم، مفيش ما نقدرش ناخد رأي أي حد معانا خالص؟ لا التليفونات، لا التليفونات، لان انتوا الاطراف اللي موجوده في القضيه هنا في الاستوديو، فبشوف الاطراف المتناقضه معاكم، لكن الرسائل في بعضها معاكم وبعضها ضدكم يعني. يعني انتوا في الاستوديو هنا فقط يعني. طبعا. وعندك احساس كمان بالاضطهاد؟ لا منهم من المداخلات مش اكتر. انا الشيخ فريد اطلب مداخله للاهميه، لو تقدروا كلموه بسرعه بالرجاء الاتصال للمشاركه في موضوع مسابقه المحجبات. سهى زكي أديبة وصحفية، أنا ضد الشيخ وضد الصحفية الأستاذة سحر، بقول مبروك لآية والأستاذة نهى على نجاح المهرجان أهو. طب الحمد لله. يعني مفيش أستاذ وائل، هو الشيوخ ليه مش هقدر طبعا أقرأ رسالتك لأن فيها شتايم، إحنا قلنا الرسائل التي تحمل شتايم أو إهانات ممكن يتعلموا فن الطبخ افضل. ليه المراه مش طبخ بس يا استاذ اشرف؟ عندي هنا الـ 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 الراقصه التائبه افضل من المحجبه الخائبه. لا ده كلام طبعا مش منطقي يا طب ممكن نسالهم تمويل المسابقه؟ هي ما وضحتش قوي تمويلها منين برضه هنا. هو مفيش تمويل لان كل يعتبر جهود ذاتيه، بعض الناس دفعت معايا مش اكتر من كده. طيب انا شايف هجوم على البنات وعلى الحجاب، ما يصحش كده، ما حدش قال ان في هجوم على ده التيار اللي بيمثل الدفاع المتشدد عن الحجاب هو اللي قال كلاما اكثر قسوه يعني. طيب عندنا هنا حاولت اشتغل في مؤسسة خيرية وانا غير محجبة ورفضوني لاني غير محجبة. انا شريف من المنوفية، ما فيهاش حاجة غلط، المسابقة والكل ظاهر باحترام. استاذ وائل، استاذة نهى اللي عاملة المسابقة وبتتكلم عن الفضيلة والحجاب، لابسة الحجاب على الموضة، ويعني طيب احنا بعد دي مشكلة ملهاش علاقة بالموضوع. طيب عندنا هنا مش كلمه حلوه بقى، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، اتقوا الله في المواد التي تقدمها، احنا بنتقي الله جيدا علي. طيب هنا دي بعض الرسالات. اي هاخد منك تعليق اخير، انت يعني مقتنعه بالمسابقه ومش مقتنعه انك هي مسابقه تقدم البنت كسلعه، سواء اتشحت بغطاء ديني اسميها يعني ملكة المحجبات او لم تتشح، مقتنع بيها يعني؟ لا هي ما قدمتش البنت كسلعة، يعني انا شايفة ان هي مش مقدمة البنت كسلعة خالص، بالعكس يعني انا قلت ان احنا كلنا كانت اهم حاجة عندنا هي الثقافة، ما قلتش ان هي بصت على جمالنا خالص. طيب غير كده ثانية بس عايزة اقول ان برضو اللي قالوا ان الحجاب اضطهاد، احنا مش مضطهدين خالص، محدش قال ان احنا مضطهدين خالص في مصر على فكرة، المحجبة بتشتغل في اي حتة، احنا بس كانت يعني انا مش عارفة، انا فكرتي انا اني انا كنت حابة ان البنات تعرف ان الحجاب مش تيشيرت على البنطلون بس، لا الحجاب لازم يكون واسع، ده دي الرسالة اللي احنا حابين نوصلها.
ده انت يعني حتى باللي انت قدمتيه بده انا بقول لك شفتي يعني يعني اذا انت بتقول انا عايزه اتكلم عن الحشمه والاحتشام والحجاب الواسع ما هو التيار اللي انت بتنطلقي من اراء وافكار وتعامل مع ده على انه ملا ليل اسلامي ما انا مش وتعامل مع ده على انه اهانه للمراه وتعامل مع ده على انه يعني ليس مقبولا يعني. طيب في كل الاحوال عشان ما عيدش نفس الكلام بتوجه لكم بالشكر وبتوجه بالشكر للشيخ شريف الصاوي والدكتوره فاديه مغيث والاستاذه سحر الجعاره وتوجه لكم بالشكر. نشوف بس الصوره يا استاذ اشرف.